حول الموضوع عندنا من القمشلي عبر سكايب العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. سيادة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. تقتربون إذن كثيرا من تحرير الرقة، ماذا تبقى من الرقة بالتحديد بالنسب مثلا أو بالمناطق، وأين ينحسر داعش؟ أولا تحية لك وللمشاهدين. لم يبقى يعني إحنا بعد سيطرتنا على الصوامع خلاص تعتبر كامل مدينة الرقة محررة، ولكن تطهير مدينة الرقة، طبعا امبارح تعرضنا إلى عملية غادرة ومؤامرة كبيرة من النظام. قام النظام بمساعدة قائد الدفاع الوطني السابق الذي سجن عنده ويدعى أحمد منصور بإلباس عدد من العناصر والمرتزقة من داعش لباس قوات سوريا الديمقراطية، وضعوا أعلام قوات سوريا الديمقراطية على سياراتهم وهاجموا مناطق سيطرتنا وخاصة في شرق مدينة الرقة. إلا أن مرتزقة داعش سعوا في هجومهم هذا إلى فك الحصار عن المرتزقة المحاصرين في المشفى الوطني بالرقة وتخليص عوائلهم، ولكن قامت قواتنا بالتصدي بنتيجة معلومات استخباراتية وصلت إلينا بدقة. قمنا بمحاصرتهم وتم تصفيتهم بشكل كامل، ولم يستطيعوا أن يضروا بقواتنا أو المساس بعناصرنا. طيب، يعني قلت بأنه الرقة تعتبر محررة كاملا بالكامل، فقط تطهير بعض المناطق. يعني إذا ما كنا دقيقين سيادة العميد، نسبة التحرير بالكامل ما هي؟ يعني 90%، 90%، 10% لا زال. طبعا هو 10% تعتبر الرقة باتجاه دير الزور فقط. طيب، الخيار متاح الآن أمام أفراد داعش، هل هناك من منافذ يمكن أن يسلكوها باتجاه الفرار، أم يعتبرون محاصرين بشكل كامل في 10% المتبقية فقط التي ذكرتها؟ قدرنا العدد 350 داعشي الباقي من داعش، بالإضافة إلى أنهم يقومون بأخذ المدنيين عبارة عن دروع بشرية. نحاول تخليص المدنيين بعمليات خاصة من قواتنا مدعومة بقوات التحالف، ولكن أيضا نحاول أن يستسلموا أو أن يقتلوا بعمليات خاصة تقوم بها قواتنا. طيب، المرحلة الحالية من المعركة عسكريا، ما الذي تتطلبه على الأرض؟ يعني الفترة الأخيرة والمرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية الكبيرة كعملية ومعركة الرقة لا تكون بالسهلة، يعني ما الذي تتطلبه المرحلة حاليا فيما يخص القوات على الأرض، فيما يخص التكتيك أيضا؟ طبعا لدينا غرفة عمليات ننسق مع قوات التحالف، هناك استهداف ضربات جوية، ولكن الآن بما أنه هناك استخدام داعش للدروع البشرية، نحاول أن تقوم القوات الخاصة بفتح ثغرات والسيطرة على عدد من الأبنية والمناطق المتواجدين فيها المدنيين للعمل على تحريرهم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من القمشلي. شكرا جزيلا لك.